Hosanna, the Shafai Fina, Ya Azra, wa tahannani ala mawtana, wa in kana jismuki ba'idan minna. أيتها قلبة الأمنا صلواتك هي تسحبنا وتكون معنا وتحفظنا بجاه من شرفك على العالمين حنزهر منك ظهورا مبين اطلبي منه للخاطئين المراحم لداري داهرين أنت أمنا ورجانا أنت فخرنا وملجانا عند ابنك اشفعي فينا ليغفر برأفته خطايانا لا تهملينا يا حنونا يا مملوءات كل نعمة بل خلصي عبيدك أجمعين لنشكرك لدهري داهري. آمين آمين آمين. In the paradise of light and the place of radiant joy, all the saints are glorified, Mary and the patriarchs, the prophets, apostles, martyrs, and the just, who are loved by God. Called to life, O Lord, the dead, who received your flesh and blood and died in true faith, they now sleep in hope of you. May their souls find rest and peace with all the saints. Pardon them and us, we pray. ملكوش ما ينوح سولي خلدا أحطيت لوخ ملكوش ما ينوح سولي خلدا حتينا لوخ صلى على إيمة المرا ألوهن قابل كربونوخ ونترحم علي الله معكم إخوتي الأحبة. اليوم الثلاثة من الأسبوع الثامن من زمن العنصرة المجيدة. قداسنا الليلة منقدمه مع صلاة وعد البخور لراحة نفس المرحومة رحيل رومانوس لولش من حتشيت نعون بأستراليا الشقيقة بيير لولش وعائلته شقيقتيها أمال وبدرة وعيالهم بلبنان زوجة يوسف الياس كرم أبناء إلي ألن وعيالهم وإدي
والدتها جميلة خطار قلمت المرحوم رومانوس عساف لولش، أشقاؤها طوني وجورج، شقيقاتها ريمونا زوجة جوزيف خطار وعائلتها، كلوديا زوجة بولس نوح وعائلتها، وعمهم عائلة كرم لولش خطار وكيم غطاس سيسين نوح والأهل والأقارب بالوطن والانتشار. نذكر معها بالقداس والدها وبيت حميها وعموم موطيها والموتى المنقطعين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نكرم بالفرح والابتهاش أبرارك وقدسيك الذين نهجوا نهجك واتخذوا إنجيلك شريعة وتعليمك عقيدة وكنيستك مرجعا ومحبتك غاية. هبنا بشفاعة من نسلك طريقهم فنبلغ ملكوتك، حيث نسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخموا ربوني نرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى مقدس القديسين ومبرر الأبرار الذي منه كل بر وقداسة وبه يقوى الضعفاء ويطهر الخطأ. برخمو ربو صالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. نمجدك أيها الرب يسوع إلهنا في تذكار أبرارك وقدسيك، لأنك جعلتهم منائر في البيعة وقدوة للمؤمنين وشهودا في العالم. إنهم كالأعمدة الراسخة ثبتوا البيعة على الإيمان المستقيم، وكالينابيع الصافية رووا هذا الكون من ميناء ماء الحياة وفرحوا قلوب المؤمنين. ولنا نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر البخور أن تمنحنا بشفاعتهم نعمة القداسة، وتمن على الخطأ بالغفران، وعلى المرضى بالشفاء، وعلى المحزونين بالعزاء، وعلى المتضايقين بالفرج، وعلى الموتى بالراحة الأبدية. برخمو ربو. فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. Oh, hidden one, when you reveal to prophets your divinity, they gave you praise with present tithes. The angels stand in awe of you, yet word of God, you came to us on earth when you took flesh as man. What God received as sacrifice in former times from righteous men, prefigured Christ's own sacrifice from Moses and from Aaron's hands, from Noah and from Abraham. Melchizedek Enoshenseth.
Lord Jesus, precious in your eyes is the death of your righteous ones. Blessed are they and all your saints, who since their childhood have kept their bodies and souls pure. They are like fragrant incense in your presence. May the pleasant memory of their lives spread throughout your holy church as a living example to all the faithful. Baruch Mor Rabon. With them may we share in the reward of your kingdom and glorify and thank you forever. Amen. Kadishat halo, kadishat hayil tono, kadishat lo oyuto. Yitraham alei. Kadishat halo, kadishat hayil tono, kadishat lo oyuto. Yitraham alei. Kadishat halo, kadishat hayil tono, kadishat lo oyuto. Yitraham alei. الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي لكلمتك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. The church and her children sing with joy and celebrate. They give praise to the Lord God when they honor all the saints. Neither kings nor great rulers in their majesty and might can rejoice as the church does when she honors all the saints. Lord our God, you accepted what the just had offered you. Now accepting your mercy, our pure sacrifice and praise. فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. المجد لسيد لوقا والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، أقلعنا من ترواس واتجهنا توا إلى ساموترا وفي اليوم التالي إلى نيابوليس ومنها إلى فيليبي، وهي أول مدينة في مقاطعة مقدونيا، وهي مستعمرة رومانية. فأقمنا في هذه المدينة بضعة أيام، ويوم السبت خرجنا خارج باب المدينة إلى ضفة نهر، وكنا نتوقع أن نجد هناك مكانا للصلاة. فجلسنا نكلم النساء المجتمعات هناك، وكانت تستمع إلينا امرأة اسمها ليديا، بائعة أرجوان من مدينة طياطيرة، عابدة لله. ففتح الرب قلبها لكي تصغي إلى أقوال بولس. ولما اعتمدت هي وأهل بيتها، قالت لنا راجية: إن كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وأقيموا فيه. وألزمتنا بذلك. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن لاقتنا جارية بها روح عرافة، وكانت بعرافتها تكسب مواليها مالا كثيرا، وكانت تتبع بولس وتتبعنا عن كثب وتصيح قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي، وهم يبشرونكم بطريق الخلاص. وظلت تفعل هذا أياما كثيرة،
فاغتاظ بولس والتفت فقال لروح العرافة فيها: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج الروح لساعته، فلما رأى مواليها أنه قد ذهب أملهم في كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى الساحة إلى الحكام، وقدموهما إلى قادة الحرس وقالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها نحن الرومانيين. فهاج الجمع كله عليهما، وجردهما قادة الحرس من ثيابهما وأمروا بجلدهما، وبعدما أوسعوهما ضربا ألقوهما في السجن، وأمروا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما، والتسبيح لله دائما. الصديق كالنخل يزهير، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا، أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص نفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: من منكم يكون له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي قدم علي من سفر وليس عندي ما أقدمه له؟ فيجيبه صديقه من الداخل ويقول: لا تزعجني، فالباب الآن مغلق وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فإنه من أجل لجاجته ينهض ويعطيه كل ما يحتاج إليه. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. خينا الشماس والشدياء، أحبائي أخوتي وأخواتي، بهالأسبوع الثامن من زمن العنصرة المجيدة عم نشوف وعم نقرأ وعم نتأمل بإنجيل لوقا الفصل 11. كنا شفنا مبارح موضوع الصلاة، كيف يسوع علم تلاميذه صلوا الأبانة، واليوم الموضوع هو موضوع اللجوج والطلب بالصلاة، وبكرة رح نشوف عطايا الآب لأبنائه. أكيد منتابع بعدين قراءة إنجيل فصل 11 من لوقا. النقطة الأولى يا أحبة،
ربنا دايما بده ايانا نصلي ونطلب بإيمان وبإلحاح وبلجاجة، حتى لو انه اكيد نعرف انه ربنا قبل ما نحن نطلب نحن شو بدنا هو عارف، ولكن بده ايانا نعيش بنوتنا وعلاقتنا معه ومحبتنا لإله. كمل هيك لازم انه نصلي ونطلب وبإيمان، لابد من انه كل يوم نقرع بابه، لأن هو وعدنا يلي بدق الباب بسمع الجواب، واللي بدق الباب بإيمان رح يلاقي، واللي بيطلب بنال. لأنه يا أحبة ما في قداسة من دون صلاة، وما في نعمة بهالحياة من دون ما نطلبها حقيقة من ربنا. فموضوع اللجاجة موضوع كتير مهم، ولازم ما نخاف عطول دايما نطلب، ولكن أكيد نطلب الشيء الصالح. بيجي الشرير بيدفعنا تنيئس، يعني الشيطان بكل بساطة بده ينا أنه ما نصلي. من هون في بعض الأشخاص بيقولوا لا شو بدي صلي، أو الشيطان بيجي بصير يقلك ما تفكر فيها مش عم بيسمعك. بس نتذكروا منيح أنه هيدا هو الكذب، وهيدا هو الكذاب وبي الكذب، لأنه هو يا ما بقى بدي أجع سميه فائد الأمل فائد الرجاء بطيبة ربنا ورافض طيبة ربنا ورجاءه فيه. وإذا كنا هيك أرجوكم اليوم اطلعوا منا وخلوا صلاتكم عن جد وطلبكم يكون بكل ثقة، وعرفوا إنه طيبة الله منا محدودة، عطول بيسمعنا عطول بيعطينا، هو خشبة خلاصنا، هو قاعدة حياتنا، هو مرشد طريقنا. نقطة تانية، طب احنا لما بدنا ندق الباب وين نلاقي يسوع؟ كيف طريقة نلتقي فيه؟ وين منلاقيه؟ وين منبحث عنه؟ أحد القديسين بيقول إنه إذا أنت بدك تلاقي راحتك الحقيقية في ثلاث مطارح بتبلش فيهم بعدين بتكفي أنت مشوارك. أولاً بتلاقي مطرح الأول هو أحشاء الآب، لما تصلي للآب هونيك بقلبه بتلاقي يسوع، هونيك أجمل إقامة بتلاقيه فيه. ثانياً بتلاقيه بالإنسانية، هونيك الله وجد وحط نفسه مسكن لإله. ثالثاً قلب العذراء مثل بيت الأربان بقلب الكنيسة يلي حامل يسوع يلي حاضر دائماً معنا وبيناتنا. هيدي ثلاث أماكن مهمة لائقة، أماكن روحية داخلية وإلهية. فما نتردد يا أحبائي بالصلاة والطلب عبرها ومن خلالها. وثالث نقطة، هالأرغف الثلاثة يلي سمعناهم بهالنص علامة لإدراك الثالوث الأقدس وفضائل الثالوث الإلهية. فضائل الثالوث تعرفوا شو هن؟ الإيمان، رجاء، والمحبة. الإيمان فيه، رجاء أنه نكون معه، والمحبة لإله ولبعضنا البعض. فبصلاتنا لازم أنه نحصل من خلالها على هالفضائل تكبر فينا ونعيشها بعمقة. فما نخاف نطلب، ما نخاف يكون عنا هاللجاجة، ما نخاف أنه ندق بابه. يا أحبة نحن أبناء مش شحدين، نحن ورثة مش عبيد. ولما تكون طلباتنا وصلواتنا وأمنياتنا على حسب قلب ربنا ومشيئته كونوا أكيدين أنه رح يحققها ولو بعد وقت. ولكن صلاتنا ما لازم توقف، لبل بسمح لحالي أقول ممنوع توقف صلاتنا، وإلا منكون عم نخسر هويتنا كأبناء
مع بين السماوي. وهالقداس مع عائلة المرحومة رحيل عم نصلي وعم نقدم هالذبيحة، ذبيحة الشكر للرب، ذبيحة الخلاص، وصلاتنا من أجل هالإنسانة يلي اختبرت بحياتها معنى البنوة للآب، من يوم يلي أصبحت فيه حاملة اسم المسيح بيوم العماد، عاشت رسالتها ودعوتها ككل مسيحي مؤمن محب المسيح، واجتهدت للآخر بهالخدمة والمساعدة والتضحية. المرحومة رحيل يلي وصلني عنا انه عرفت حقيقة كيف الانسان بيوقف حد خيه الموجوع، هي يلي عرفت واشتغلت كممرضة. ممرضة يعني رسالتها ودعوتها انه تخفف الألم للآخرين، وثقبت انه بضمن شغلها ورسالتها ودعوتها وعملها كممرضة تعرفت والتقت بشريك حياتها يوسف يلي هو كان مقاتل بالجيش اللبناني. أحبوا بعضهم أكيد وتزوجوا، وربنا أعطيهم 3 شباب وربتهم وسهرت على سلامتهم بكل حب بكل عاطفة بكل احترام. عرفت المرحومة رحيل أنه رسالتها الحقيقية هي التضحية بسبيل الآخر بسبيل عائلتها. ما كانت تطلب أي شيء بالمقابل، كانت المثال بخدمتها برسالتها. هالأم الرائعة، زوج المخلصة، الجد المحبة، الأخت الحنونة، الخالة الودودة، والصديقة المتواضعة، هي حتى لآخر لحظة من حياتها ما تزعزع إيمانها، وعلاقتها أكيد مع ربنا بقيت دايمة بقيت قوية بروح الصلاة التواضع. ربنا يكفيها على كل أعمالها الطيبة ومحبتها. تعازينا الحارة باسمي باسم كل يلي عم يشاركونا الصلاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجدد تعزيتنا من خيا بيير وشقيقة طيها أمال وبدرة وعيالهم معنا هون بأستراليا، هون بلبنان زوجة أبنائها أحفادها والدتها أشقاؤها وشقيقاتها. الله يرحم نفسها وتكون مع كل الأبرار والصديقين. آمين. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. ديت الوهود ما تبحيد له والوهود الوهود أم حادي طليوت، وينو بصوغ الطيب وطخ يعول البيت اخ وسكود بها يكلو وتكوت شوخ بحل تخمور يودا بارن وبسار
الأيمة المراد هلوهن قبل كربونوخ ونترحم علينا بسوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلني حضن العذراء الأم الناقي عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة سرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. Almighty Lord and God, you accepted the offerings of our ancestors. Now accept these offerings that your children have brought to you. Out of their love for you and for your holy name, shower your spiritual blessings upon them, and in place of the earthly gifts, grant them life and your kingdom. Amen. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا نضى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية ولاة الله مريم ومار يوسف ومار مارون وقديسو لبنان. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيع المقدس، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، المرحوم رحيل رومانوس لولاش وعموم موتى عيلته. واذكر يا رب جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. Mother of God, Mother of life, come to our help and pray for us that we may follow Jesus our Savior. Mother of God, oh Mother of life, your only Son upon the cross, a precious gift he gave to us, making you mother of all his people, mother of God, oh mother of life. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever. Amen. O Father, God of peace and Lord of security, make us worthy to embrace one another with a sincere kiss in the spirit of your unending love, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Peace to you, altar of God, peace to the holy mysteries placed upon you. Peace to you, O servants of Christ. Peace to you, O temples of the Holy Spirit. Bow before you to receive your blessings and assistance, for we are weak and you are the support and refuge of all. Baruch Murabun. Praise, glory, and thanks to you, to your only Son, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. O Lord, may the light of your face shine upon us, deliver us from every evil, and blot out all our transgressions. Baruch Murabun. That may raise glory and thanks to you, to your only Son, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Mahabbatullah al-Ab, wa na'amantul ibn al-Wahid, wa sharikat wa hulul ruh al-Qudus,
مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. Holy, 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 mighty Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your great glory. Hosanna in the highest, blessed is he who has come and will come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are holy, O God the Father, and abundant in mercy. Because of your love for us, you sent your Son into the world, and he became a flesh of the Virgin Mary for our salvation. وبيومها ودقدم حشودي لما بتحايي ساب اللحم بداو قادي شوتو باريخو قادش وقصويا بالتلمداو كادو مار سابا خول منيك الخون هونو ديني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقية ما تقسي وما تياب حوصو يتحوبي والحاية دل علام علمي. آمين. وخانوا عالقوس ودمزغوا من حمر من مايو باريخوا قادش ويا بالتلمدة وكادوا معار سابشتاو منيكوا الخون هونو تاني تاود مودي دياتي قيح داتو دحلو فيكون وحلو بساقية متشادو متياب الحوصو يتحوبي والحاية تلعلام علمي. آمين. بهذا أوصاهم يسوع وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكر موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك معك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا
ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. Have mercy on us, O God, have mercy on us. Send your Holy Spirit upon us and upon these offerings, that he may assist and pardon us. استجبنا يا رب, استجبنا يا رب, استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون, كيريا ليسون, كيريا ليسون. فيجعل بحلونه هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرى لتنقية نفوس المشتركين في أجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. O Lord, accept our intercessions and prayers and grant security to your people and peace to your flock. Protect our shepherds, Francis the Pope of Rome, Charabutrus, our Patriarch of Antioch, and Antoine Chadwell, our Bishop. Assist the priests, the deacons, and all those who serve your Holy Church, so they may intercede and pray to you on our behalf. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. نصلي لك يا أبانا من أجل الحكام والمسؤولين في العالم كله ليحققوا العدل والسلام. ونصلي من أجل كل من هو بحاجة إلى الصلاة من مرضى وفقراء عائلات ومضطهدين. نسألك يا رب. يا رب ارحم. نصلي إليك يا أبانا كي نلقي كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب والعار من أجل الفرح الذي ينتظره وينتظرنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. بشفاعة العذراء مريم ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسين سلحنا يا رب بروحك وقوة محبتك فنحيا على مثالهم ونشهد لإنجيلك بصدق وثبات ووداعة. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وأخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين راقدين هنا وفي كل مكان, خاصة أختنا المرحوم رحيل. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنهما من أحد بدون خطيئة إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أننا للمراحم وكفرنا الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا بكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا
لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. O God the Father, you strengthen and encourage us, for we are weak. We implore you to purify us from every sin and to accept our offering, so that in one spirit we may call upon you praying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. O Lord, lead us not into the trials of temptation, that we do not have the strength to overcome, but deliver us from every evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, with the only Son and your Holy Spirit, now and forever. Amen. Assalamu li jami'ikum. Wa ma'a ruhika. Ihnu ru'usakum amama Allah al-Ra'uf, wa amama madbahihi al-Ghafir, wa amama jasadi mukhallisina, wa damihi al-Muhyi liman yatanawaluhu, wa akbalu al-Baraka min al-Rabb. O Lord, bless your worshippers who bow before you and implore you. Make them worthy of your mercy and forgive their sins. For you are almighty and rich in compassion. With his glory and thanks to you, your only Son, and your Holy Spirit, now and forever. Amen. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا We give thanks to you We give you our love, all our hearts are yours, and we give ourselves to you, Jesus.
Jesus Christ, our Lord and God, bless and keep those dear to us and all those who care for us. Hear us, Lord, when we call to you. لك شكرنا لك حبنا لك قلبنا نحن لك كلنا يا يسوع ربنا بارك واحفظ أهلنا كل من يعنى بنا واستجيب ربي سؤالنا. كلمة شكر من عائلة وأقارب المرحومة رحيل رومانوس لاولاش لكل الأشخاص اللي شاركون بهالصلاة والقداس أونلاين لراحت نفسها أو أيضا اللي اتصلوا وعزوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. توفي بسيدني المرحوم ريمون رشيد خطار من وادي النوبين. الدفن بكرة الساعة 10:30 صباحا هون بالسيدة. بسيدني توفت المرحومة كونجت الخوري أرمة المرحوم غسطين مبارك من فرزغاب. الدفن بيكون الخميس 10:30 صباحا هون بسيدة لبنان. We thank you, O Father, for this gift that you have given us. Though we are unworthy, do not shame us because of our sins, but help and save us. Let him raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Peace be with you. And with your spirit. And perfect them with your abundant blessings. Baruch Mo Rabun. Let me raise glory and thanks to you, to your blessed Father and your Holy Spirit, now and forever. Amen. انضوا بسلام يا اخوتي واحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. نفحات العطر العذب عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي عنهم رضوانا بالخبز الحي اقتاتوا واجتازوا دنيا الشاقة للمجد الآتي باتوا في مثوى الرجاء ما أشهى موت الأبرار أسرار ما أغناها آمال ما أغلاها غفو في الأنوار ما لم تبصره عين ما لم تسمعه أذن ما لم يدركه ذهن يعطى للأبرار إن جاء الحي الرب نادى بالموتى هبوا من شو في الأرض قاموا للحكم قاموا من في البر قد لاح غنى الشكر وارتاح في غمر الأنوار الحي نورا فيه حي إسحاق لف أبرام مبكيا بالأكفان والبعث سر ظلم ملؤون أثاني موسى قد هزته النار والله منها نادى الصديقون الأبرار يحيون لله صلوات العذراء سور لنا بارخ مور فلك بانت في البعد يغنيها كنز الوعد يحدوها موج اليم والكنز ينمي أنت الفلك يا مريم يسوع الكنز الأعظم منه أشبعت المعمور حياة ونور يا أبرار في القضاء الحكام أدهشتم دللتم ركن الظلم والشر دستم غادرتم كور التعذيب
كالإبريز في الناقة غنت ذكراكم تطوي بأرض وسماء أعطي موت الراحة لك المجد بارخ مور نحيي ذكر الأنبياء والرسل والصديقين والأبطال شهداء فخري ظافرين اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمعهم يا ابن الله بين الأبرار من الآن وارحم واقبل ابنتك طول الأدهار يا من تحيي ميتا ورى التراب اقبل منا هذه الصلاة عمن غابوا يا من ذاك الموت القاسي كالإنسان أبعد عنا مر الكاسي الموت الثاني عظيم وارفع ذكر العذراء والقديسين جدوى حنا طيب ذكرى موتى آمين يا رب استمع صلاتنا وصراخنا إليك يأتي فلتسترح أنفس الموت المؤمنين برحمة الله والسلام آمين السلام لجميعكم ومع روحك نصلي أحبائي لبانا والسلام لراحة نفس أختنا المرحومة رحيل راكدة على رجاء القيامة أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين راحة دائمة أعطيها يا رب ونورك الأزلي فليدئ لها يا يسوع الرحوم ارحمها يا يسوع الرحوم ارحمها يا يسوع الرحوم ارحمها المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين Thank you.